مش حل. وكان بقى بعد ما نخش السجن التعذيب بيبقى مرحلة تانية في التعذيب. كان في سجون في تعذيب فيها بالضرب، وفي سجون فيها التعذيب مفيش ضرب، ولكن في عن طريق الاكل ومنع الزيارات. فالتعذيب اللي كان في السجون فيها ضرب، احنا كان السلك بين بنزور زياره سلكيه بيننا وبين الاهالي، بيبقى السلك حوالي عن متر ونص، وفي سلكين بين الاهالي، وبنطلع متغميين. يعني انا في فتح دمنهور، سجن دمنهور، كنا احنا بنطلع الزياره متغميين، الاهالي تشوفنا واحنا متغميين. فطبعا الاهالي كانت بتصوت وتصرخ، ده منظر مؤذي للاهالي. واحيانا كانوا هم بيقولوا لنا لما نصفر انتوا تنزلوا وتسقطوا، فاحنا كانوا بيصفرونا نسقط قدام الاهالي اكن احنا ايه تحت ارض مفتوحه او تحت حاجه بتبلعنا. فكان بيزيل الذعر عند الاهالي اكتر واشد اكتر. ده نوع من التعذيب ده في الزيارات. لما كنا بنخش السجن في التعذيب، التعذيب كان دوري وشغال. التعذيب دوري وشغال يوميا، بنستلم التعيين الضرب بالكرابيه والكهرباء والصعق، واللي هي ايه ان بيحط لنا رابسه على دماغتنا مع الميه مع الصابون وننظم، ويبقى احنا بالشورت وقالعين كل الهدوم، والضرب شغال في عز البرد، ياخدوا كل البطاطين وياخدوا كل الحاجات دي كلها من عندنا. ده وسيله التعذيب اللي كانت في السجن، اللي هو ايه في التعذيب بالضرب. في سجون دي ما كانش فيها ضرب، لكن في سياسه تجويه ان ال 20 في الغرفه عدد كبير جدا، والقوى الميري للزنزانه تبقى حوالي 8، فيها 35 و34 اخ، ناخد تعيين 34 اخ يتوكش شويه رز ما يكفوش طفل عنده 5 سنين. كنا بنتقاسم شويه الرز دول وشويه العدس دول، يبقى الرز كان معجن، والعدس ده كان من غير ملح وكان برضك شايط، والفوق كان شايط، وهكذا. ده التعذيب في السجون اللي كانش فيها ضرب. يعني كان في ضرب مع تعذيب، وكان في سياسه ايه التعذيب بدون ضرب، بايه التعيين مع الاهالي. شكرا معالي، لنا لقاء اخر ان شاء الله.